السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي الجي اي تي، ومع حضرتك الدكتورة ميسة. أول تيوب معانا في الاليمنتري تراك، احنا خدنا البريولوجي والديفلوبمنت بتاع البارتس بتاع الجي اي تي. فنعرفنا ان الجي اي تي بتتكون من الاليمنتري كانال او الاليمنتري تيوبس وجلاندز. تيوبس عندنا اول واحد فيهم اللي احنا موضوعنا النهارده اللي هو الاسوفيجاس. الاسوفيجاس ده عباره عن، لو زي ما انتم ملاحظين عشان بس ما يحصلش كونفيوجن من اول المحاضره، الاسوفيجاس زي ما انتم شايفين ممكن يتكتب بالاي وممكن يتكتب بالاو، فالبوست ريتن از كوريكت. فنعرف ان الاسوفيجاس هي عباره عن باسج، عباره عن كونكشن بتوين بارت نيمد فارنكس في النيك والاستومك اللي في الابدومينال كافيتي. يبقى معنى كده ان انا الاسوفيجاس ده عباره عن ماسكولار تيوب اكستندد من التيرمينال اند اوف ذا فارنكس انتل ذا ات انتر ذا استومك في الابدومينال كافيتي، وبتدخل في منطقه معينه اسمها اسوفيجيال اوبننج او كاردياك. زي ما احنا شايفين كده، ادي الفيجاس، الرايت فيجاس والليفت فيجاس، والريليشن بتاعتهم في الثوراسيك ريجن. بينزلوا يعملوا بلكسس around الاسوفيجاس، anterior vagal plexus و posterior vagal plexus من الرايت والليفت فيجاس. بيعملوا البلكسس دي around الاسوفيجاس والابر بارت بتاع الاستومك when it is enter to the cardiac opening of the stomach. انا كده الفينس النيرف سبلاي بتاعي عباره عن anterior posterior gastric nerves اللي هم برانش من الفيجاس، السمباثيك برانشز بتاعتي من الثوراسيك بارت اللي هو السمباثيك ترانك. Esophagus as anatomy simplified because it is a passage, it is a tube, it is a connection between pharynx and stomach. Once the bolus of the food passes from the esophagus, طبعا هو له diseases وله حاجات كتير هتاخدوها ان شاء الله مع الزملاء. بالنسبة للاناتومي بتاعي ده spotting كده على الاسوفيجاس، وبينزل على stomach dilatable portion من elementary canal موجودة في الابر بارت بتاع الابدومن extended بلو الليفت كوستال مارجن، يعني بلو الدايفرام في منطقه الابيجاستريك والامبلايكال ريجنز، ريلاتيفلي فيكسد في البوث اندز وفيري موبايل ان بتوين. تمام، طب انا فيكسد في البوث اندز بايه؟ واحده من الاسوفيجيال اند والثانيه من الديودنال اند. الشيبس بتاعتي ايزر شي جي شيبت اللي هي الونجيتد فيرتيكال سيتويتد في التول والسين بيرسونز، الستير هورن استومك بتبقى هاي وترانزفيرسري ارينجد او لوكيتد في الشورت والاوبيز بيرسونز. بالنسبه للاناتومي بتاعنا، انا الاسوفيجاس عمل بنتريشن للرايت كراس اوف ذا دايفرام وعمل جويننج مع الدايليتابل بارت من الاليمنتري تراكت دي اللي هي اسمها الاستومك. طيب جميل، في اند اسمها اسوفيجيال اند وفي هنا اند اسمها بايلوريك اند. الكيرف اللي واصل بينهم الصغير اسمه شورت او ليسر كيرفيتشر، الكيرف الكبير اللي واصل بين الابر اند واللور اند بتاعنا اسمها جريتر كيرفيتشر. يبقى بالمنظر ده انا عملت اربه، عملت جي شيب دايلاتيشن للاستومك بتاعتي. طب ما انا عايزه اقسمها بارتس، بتقسمها بارتس اكوردنج لللايننج سيلز، اكوردنج للفانكشن، اكوردنج للسستيند فود فيها. يبقى الاريا اللي ماسكه من اللور اند بتاع الاسوفيجيال اوبننج للابر ثيرد مثلا اوف جريتر كيرفيتشر اسمها فاندس. الاريا اللي ماسكه من الانترنس بتاع التيرمينال اند بتاع الليسر كيرفيتشر للتيرمينال اند بتاع الجريتر كيرفيتشر اسمها بايلورس، بس البايلورس دي كبيره عن الاسوفيجيال اوبننج. انا اسف، يبقى الاسوفيجيال اوبننج لما دخلت مع الاستومك او الكاردياك اوبننج عملت انجل اسمها كاردياك نوتش او كاردياك انجل. طيب بنفس الوقت لما بينتهي الليسر كيرفيتشر ويحاول ينتهي مع اللور اند بتاع البايلورس ويكمل مع الديودنم عمل انجل اسمها انجولار انسيزورا او انسيزورا انجولاريس او الانجولار نوتش. يعني مكان التقاء اسوفيجيال مع الفندس عملت نوتش، مكان التقاء البايلورس مع اللور اند بتاع الليسر كيرفيتشر عملت نوتش اسمها الانجولار نوتش. يبقى البارتس بتاعتي بتاع الاستومك فندس بودي بايلورس. زي ما انتم شايفين انا بشاور على البايلورس منطقه مش بوينت. ليه؟ لان عندي مدخل بايلورس بايلوريك انترم،
وبعدين بايلوريك كانال فيها روجيه، وبعدين الروجيه دي هتبقى كوندنسد هنا وتعمل لي بايلوريك سفنكتر واكمل ديودينم بعد كده. يبقى انا فندس بودي بايلورس بالثري بارتس بتوعها دي البارت بتاع الاستومك، بيتوصل بينهم السوفيجيال اند والبايلوريك اند ليسر كيرفتشر وجريتر كيرفتشر. تمام، طب دي البارتس والديفيجن بتاع الاستومك. الاستومك في الليسر كيرفتشر اتاتشد للبورت هيباتس بتاع الليفر زي ما خدته في الامبريولوجي بالليسر اومنتم، وبالجريتر كيرفتشر اتاتشد لحاجه اسمها لها جريتر اومنتم. ده السوبرفيشال او الانتيرور بارت بتاعتنا زي ما احنا شايفين عملنا اليفيشن للليفر، معنى كده ان الليفر له ريليشن انتيرور بالاستومك. طيب انت يا جي شيبت بتفرق معانا بقى ان احنا بنحس بديسكمفورت كده لما نكون واكلين اكل تقيل او وات ايفر. ليه بقى؟ يبقى الاستومك دي نايمه على حاجه، نايمه على سرير، يبقى لها بوستيرور ريليشن. بوستيرور الاستراكشر اللي انا بقول عليها دي اللي هي بتمثل الاستومك بيت سيبريتد من الاستومك باي ليسر ساك. ايه بقى الاستراكشر؟ ديافرام، سبلين، سوبرارينال، ليفت 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 لازم تتاكد، والليفت كيدني بارت منها الابر بارت، السبلينيك ارتري، بنكرياس، ترانسفيرس كولون، ترانسفيرس ميزو كولون. ايه بقى الجريتر ساك دي؟ يا ترى انت عامله لي سيبريشن يا جريتر ساك؟ يعني احنا بنقول ان الاستومك السبلين هو سيبريتد بجريتر ساك عن الاستومك بيت. مش عايز تقول دي مفيش مشكله خالص، بس لازم اعرف ان الليسر ساك هي اللي سيبريتد الاندرلاينج ستراكشر دول من الاستومك، يعني هي بتمثل كانها باوش، كانها سبيس كده فاصل البوستيرور بوردر بتاع او البوستيرور وول بتاع الاستومك من الاستراكشر اللي احنا عمالين نقول. تمام. طيب حاجه كمان عايزه تخلي بالكم منها قوي، انتوا لما تاخدوا ان شاء الله هيستولوجي هتعرفوا ان انا عندي ديفرنت تايبس اوف ماسل في الوول بتاع الاستومك، السيروزال كفرنج وبعدين لونجيتيودنال وسيركولار وابليك ماسلز، كل دي عشان دي مطحنه، الاستومك دي مطحنه بتعمل بتطحن الاكل وبتقلبه مع الاتش سي ال بتعمل دايجيشن، فمحتاجه تبقى باورفول ماسل. هناخد التفصيل ده بعدين. طب اللي يهمني انا كاناتوم ايه؟ ان احنا لما بندرس الاستومك فروم انسايد، لما حضرتك بتيجي تفتحها بتلاقي الميوكوزا مش سمبليفايد مش سموث، لا ده بتلاقي فيها روجيه كتير. دي عباره عن ميوكوزا، ميوكوزا عامله روجيه تعرجات. طب انت عامله التعرجات دي ليه؟ بتهمني قوي في ديستنسبل، ديستنسبل يعني بتتمدد، يبقى بتزود الكباستي بتاعتي، يبقى انا محتاجاها لما يكون باكل اكل كتير، يبقى الكباستي بتاع الاستومك بتزيد نتيجه الروجيه بتاع الميوكوزا، وبالتالي بيزيد السكريشن بتاع الانزيمز بتاعتي والاتش سي ال. فبالتالي حضراتكم انترنالي الميوكوزا نوت سموث، انما بتبقى فيها روجي. طيب انا كنيم الاورطة السيليك ترانك اداني ليفت جاستريك، اداني كومان هيباتيك، بروبر هيباتيك، وبعدين البروبر هيباتيك اداني رايت جاستريك زي ما انتم شايفين عامل انستوموزس في الليسر كيرفج. السبلينيك اداني شورت جاستريك سبلايد الفندس بتاع الاستومك، السبلينيك ليفت جاستر ايبلوك اداني جزء من جريتر كيرفتشر. طيب الهيباتيك اداني الجاسترو ديودينال ارتري ده برانش من الهيباتيك برضو، والسوبيرو بنكرياتيك ديودينال نازل عمل لي كيرف هنا وجويننج الليفت جاسترو ايبلوك ارتري او الرايت جاسترو ايبلوك ارتري اللي هو من السبلينيك. بمعنى تاني ان السيلياك ترانك different branches بتاعت left gastric right gastric gastro epiblock right وليفت splenic كلنا برانشات من السيليك ترانك. يبقى كان السيليك ترانك دي اللي هي برانش من البوستير من الابدومينال اورتا هي المين arterial supply of the stomach، وزي ما انتم شايفين الاستومك بتاع البلاد سبلاي بتاع الاستومك is very very rich. طيب جميل، هنا بتشوفوا ان الليفت جاستريك اداني البرانشات اللي هي الاسوفيجيه، دي دايجرام تاني شايف لك كل بارت من الاستومك سبلايد او ريتشلي سبلايد باي برانشز من السترانك. زي ما اتفقنا ان الفينس درينج دايما بيبقى درين في البورتال فين، المنطقه دي في الانتستين، يبقى مينلي كل الفينز سبلايد بالبورتال فين زي ما احنا شايفين، ليفت جاستريك فين، رايت جاستريك فين، شورت جاستريك فين، ليفت جاستريك ايبلوك فين، رايت جاستريك ايبلوك فين، هم نفسهم نيمد الارترس وكلهم بيروحوا عند البورتال فين. طب انت هنا قلت لي في سبلينك فين وفي سوبيرو ميزنتريك فين، اه ما هو السبلينك والسوبيرو ميزنتريك لما بيتحدوا مع بعض بيعملوا لي بورتال فين، يبقى في التيرمينال محطه في النهائيه بتاعتي هي البورتال فين، والفينس درينج هي نفس الفينز اللي واخده اسامي الارترس.
بتاعي. زي ما اتفقنا برضو ان الليمفاتيك درينج دايما بتروح للمين ارتيريا سبلاي، يبقى انا اسمي سيلياك ليمف نودز، يبقى كلهم الديستريبيوشن بتاعهم ده كله مش لازم نقولها بالتفصيل، ان كل واحد فيهم اتجمعت وراحت لي في الاخر على سيلياك ليمف نودز. تمام، يبقى الاستومك بالبلاد سبلاي بتاعها بال الليمفاتيك درينج بتاعتي كده عرفنا هي راحه فين. برضو النيرف سبلاي بتاعنا حضراتكم بتاع الاستومك ده برضو جزء كبير منه جاي من الفيجاس. دي 2 ام اس كيو وواحد شورت الترا شورت، يا ريت نعمل اكزام فيهم وهنجاوبهم المره اللي جايه. Which of the following arteries provides the abdominal part of esophagus with its arterial supply? Cystic, gastroduodenum, left gastric, hepatic. The length of abdominal part of esophagus is half inch, 2 inch, 7 inch, 10 inch. Mention the nerve supply of the esophagus. Mainly كانت المحاضرة دي الأسئلة بتاعتها على الأسوفيجاس، فبالتالي هنكمل أسئلة الاستومك مع السمول انتستين إن شاء الله. لو في اي استفسار انا تحت امركم تقدروا تتواصلوا معايا زي ما انتوا حابين. شكرا ونتقابل على خير باذن الله.